إليكم أحالة الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم إدخاله عدة تعديلات على نصه من قبل لجنة العدل والتشريع والإنسان بمجلس النواب ثم بعد ذلك في الجلسة العامة. وحيث إن هذا المشروع الذي من المنتظر أن يخضع للمناقشة والتعديل أمام مجلس المستشارين يواجه احتجاجات غير مسبوقة خاصة من قبل عموم المحامين، لذلك ارتأيت أن أتوجه إلى كل من يهمه الأمر بالتوضيحات التالية. أولاً، إن هذا المشروع تأخر كثيراً عن الإحالة إلى البرلمان، وكان بالإمكان إحالته قبل هذا الوقت، خصوصاً وأن بداية بلورة النسخة الأولى لمسودته كانت سنة 2014، ومنذ ذلك الوقت وهو يخضع للمراجعات المتوالية والاستشارات المتتابعة، لذلك فإنه من الواجب شكر كل من ساهم في إنجازه وإحاله على وإحالته على المسار التشريعي البرلماني وعلى رأس ذلك وزارة العدل والأمان العام للحكومة وكافة الجهات المختصة. ثانياً، إن مقتضيات المسطرة المدنية تدخل في إطار ما يطلق عليه اصطلاحاً النجاعة القضائية التي ورد ذكرها في الخطاب الملكي الثاني ليوم 20 رشد 2009، والذي جاء في الخصوص يقول جلالة الملك: الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقدم من هشاشة وتعقيد وبطء في العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المصادر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية وتسهيل وجه المتقدم إلى المحاكم وتسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام. انتهى النطق الملكي. ولقد دفع هذا الخطاب وزارة العدل إلى الاشتغال على المسطرة المدنية، وذلك منذ سنة 2009 في عهد الأستاذ عبد الوهاب الرالي وبعد ذلك الأستاذ الناصري، حيث كان من نتائج ذلك بعض التعديلات المصادقة عليها برلمانيا سنتين 2009 و2011. ثم إن الدستور الجديد الصادر سنة 2011 خص لأول مرة موضوع حقوق المتقاضين بمقتضيات جد هامة، ومن ذلك على الخصوص الفصل 118 الذي جاء فيه ما يلي: حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون. كما جاء في الفصل 120 ما يلي: لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر خلال أجل معقول، حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. كما أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي كان نتيجة حوار واسع وشامل وصادق عليه جلالة الملك تضمن الهدف الاستراتيجي الرابع ضمن أهداف استراتيجية 6، وقد تضمن هذا الهدف الاستراتيجي 46 هدفا فرعيا تعتبر معالم عامة للنهوض تعتبر معالم هامة للنهوض بالنجاعة القضائية. وقد تمخض عن ذلك كله إصدار قانون التنظيم القضائي رقم 8/15، والذي جسد مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وأطر المعالم العامة للمسطرة المدنية وكذا للمسطرة الجنائية المنتظرة. ثالثا، إن هذا المشروع معود حاليا على البرلمان، وإن استند أساسا إلى ما تم إنجازه سنوات 2013 وما بعدها، وبالرغم مما أدخل عليه من تعديلات هجينة منكر يتضمن أيضا مقتضيات جيدة ينبغي الإشارة بها وبالمجهود المبذول فيها خلال السنوات الماضية المتعاقبة وأيضا في المرحلة الحالية، وهي كثيرة متعددة يصعب حصرها في مداخلة مختصرة، ومن ذلك على الخصوص سنعطيكم 15 حالة فقط. أولا، جمع النصوص المسطرية الموزعة على 6 نصوص بنص واحد: قانون المسطرة المدنية، القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، القانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، القانون المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، القانون المحدث بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية، الظهير المنظم لمحكمة النقد. ثانياً، عدم جواز التصريح بعدم القبول بسبب الإخلالات الشكلية إلا بعد الإندال، المادة 11 والمادة 77 بالنسبة للمرحلة الإبتدائية، والمادة 216 بالنسبة للمرحلة الاستئنافية، والمادة 375 بالنسبة لمحكمة النقد. ثالثاً، توقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة إذا رفعت إلى جهة غير مختصة ولو كانت محكمة النقد
كان الحال بالنسبة لوجود الطاعن إلى منصف بسيط لمادة 49. رابعا عدم جواز إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة من ذلك الاستناد إلا بالنسبة للأحكام الغيابية المادة 60. خامسا اعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية في التبليغ المادة 86 والمادة 16. ثالثا إلغاء مسطرة القيم التي كانت تؤثر على استبعاد القضايا وبالتالي تأخير البت فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لمسطرة الاستبعاد لغير المضمون. سابعا التأكد من شكليات الدعوة قبل البت تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق المادة 16. ثامنا لا موجب لاستدعاء المسؤول بدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان المادة 195. تاسعا يترتب على استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوة المادة 213. عاشرا إمكان إثارة وسائل إضافية من قبل المستئنف ما لم يتم اعتبار القضية جاهزة. 11 تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطلوب فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة المادة 221. 12 النطق بالأحكام وهي محررة المادة 32. 13 اعتبار الطعن بالنقد بمثابة تناسل عن الطعن بالتعرض الفصل 300 المادة 82. 14 منح محكمة النقد عند نقدها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا أن تتصدى للبت في القضية بشرط أن يكون الطعن بالنقد قد وقع للمرة الثانية وأن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع المادة 92. 15 تقنين التقاضي الرقمي في إطار منهج متدرج الفصل 623 يعني إضافة إلى الرسل أخرى. حضرات الزميلات والزملاء المحترمين، إن ما ذكر عليه مجرد أمثلة لتعديلات جد إيجابية كثيرة يحكم بها النص المعروف، غير أن تعديلات أخرى سلبية شابت النص وهي عديدة ومتعددة. وجدير بالذكر أن بعض المقتضيات المنكرة تم تعديلها من قبل مجلس النواب، مما قلل من حدة الانحراف التشريعي نسبيا، ومن ذلك المادة 72 التي كانت في أصلها تنص على أن مكتب المحامي يعتبر موطنا للمخابرة مع موكله وتبلغ إليه الإجراءات باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوة، غير أن التعديل البرلماني قضى بإضافة أحكام تمهيدية قاضية بتحملات مالية وهو تعديل جديد ومقبول. وكذلك على سبيل المثال ما كان تتضمنه المادة 87 من المشروع التي نصت على إمكانية تسلم الطلبات أو الطيات المتعلقة بالسلاح من قبل الطرف المدعي أو محاميه، وذلك من كتابة الضبط تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب بعد توجيهه إلى دار الله قصد السهر على تبليغها إلى المدعي عليه بواسطة القوة القضائية. وقد تم إصلاح هذا الاختيار التشريعي السيء بمقتضى يكتفي بالنص على التبليغ بواسطة المفوض القضائي دون ترتيب أي أثر على مصير الدعوة. أما التعديلات المنكرة حسب رأيي وهي تعديلات لا علاقة لها بالمستمدة التي أعدت سابقا. أما التعديلات المنكرة حسب رأيي والتي ينبغي إصلاحها أمام مجلس المستشارين فهي كالتالي. أولا المادة 19 لا معنى لها. إني أستغرب شديد الاستغراب إقحام المادة 17 في مشروع المسطرة المدني، هذا مع علم أنها كانت تنص في الأصل أي في المشروع كما أحالته الحكومة على مجلس النواب على غير كانت تنص يمكن للنيابة العامة سواء كان طرفا في الدعوة أم لا ودون التقيد بآجال التعليل المنصوص عليها في المادة السابقة أن تطلب التصريح لبطلان الحكم لمخالف النظام العام عن طريق ممارسة طرق التعليل القانونية. الغريب كما تعلمون أنه تم التوافق بين مكونات لجنة العدل التشريعي والميزان لمجلس النواب مع وزير العدل على حذف هذه المادة، وكان ذلك قرارا حكيما، إلا أن الحكومة في شخص الوزير عادت واقترحت في الجلسة العامة صيغة أسوأ، أقول صيغة أسوأ وهي التي صوتت عليها الأغلبية، تقولها الصيغة مالية يمكن للنيابة العامة المختصة وإن لم تكن طرفا في الدعوة ودون التقييد بأجل التعيين المنصوص عليها في المادة السابقة أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه الإخلال بالنظام العام.
فقتالية يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار غريب، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد تلقائيا، أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدى للمجلس على سلطة قضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر الأطراف ضررا فادحا. إن الملاحظ على هذا النص هو أنه أسوأ بكثير من سابقه الذي تم حذفه من قبل أو من قبل لجنة عدم التشريع والحقوقيات، ففضلا عن إقحامه لعبارة من شأنه مخالفة النظام العام وهي عبارة ذات حمولة مرفوضة حقوقيا، وتم حذفها واستغناؤه عن إرادتها في النصوص الشرعية الوطنية. على سبيل المثال تم إلغاء ظهير كل ناب شقيه الذي كان يعود سنة 1937، وإلغاء هذه العبارة في جميع القوانين الوطنية ومن جملة ذلك قوانين الحرية العامة. ويبقى بشكل طبيعي أن اشتغلنا على ذلك سنة 2001-2002 في عهد الأستاذ يوسفي، وكان معنا الساعة مع كش الوزير اللي كان عمر عزيمة. عمر عزيمة فإن أسوأ ما تضمنه هذا النص أنه يشرعون الطعن أمام ذات المحكمة المصدرة للقرار لما يعتبره من؟ مش الأطراف، كل ذلك الأطراف لا بأس، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدى، وما يمكن أن يعتبره خطأ قضائيا أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا. إن هذا المقتضى يصادم تمام استقرار القضاء، يصادم تمام استقرار القضاء ويضربه في الصميم، إذ كيف سيكون حال قاضي أو قضاة في الدرجة الأولى الابتدائية مثلا تم اعتبارهم الرئيس المنتدى أو الوكيل العام لدى المحكمة النقد بأنهم ارتكبوا خطأ، وهذا الخطأ يعني أضر نظرا فادحا بأحد الأطراف وأحال عليهم القضية من جديد، كيف سيكون حالهم؟ وهل ترون أنهم ستكون لهم يعني حرية وتكون عندهم جرأة باش أنهم يخدموا ضميرهم ويحكمون بقناعتهم أم أنهم سوف يكونون يعني كموظفين في إدارة؟ إن هذا المقتضى كما قلت يصادم تمام استقرار القضاء ويضربه في الصميم، إذ أننا هنا نتساءل هل إننا أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟ إنه اختيار تشريعي سيء ما كان ليكون، ويكفي هنا التذكير بما هو مضمن بقانون مصر الجنائية. مصر الجنائية جميل، الذي منح الوكيل العام لمحكمة سيناء في المادة 102 من قانون مصر الجنائية حق تقديم الاستئناف خلال أجل 6 يوما تمتد من يوم نطلع الحكم. إذا أخطأ النائب اللي هو وكيل الملك ومصدر الحكم والحكم عنده إسقاطات ومشاكل، كاين واحد السلاح تشريعي احتياطي وهو شرعي للوكيل العام. ولو سلك المشروع هذا المسلك البسيط الذي ورد من مصدر الجنائية ما كان عليه من تفريط، أما أن يكون النص على الوجه الذي جاء به فهو انحراف تشريعي يستوجب الإلغاء، خاصة وأن المسطرة المدنية الحالية تتضمن الفصلين 381 و 383، شخصيا كنت كنباس 382 مرات بطلب من زملاء، واللذين تم إرادهما في مشروع المسطرة المدنية اللي هي محل دراسة في المادة 407 و 408 مع الملائمة. ماذا تقول المادة 407؟ انتبهوا، تقول المادة 407 إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، يعني كتقول أضر أو لقواعد المسطرة، هذه أشمل وأعم، ولم يتقدم أحد الأطراف بطلب نقدين أجاب حاله على محكمة النقد. إذا صدر على محكمة النقد حكم بالنقد فلا يمكن الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات المقرر المرفوض، ولكن في الفصل في 408 يمكن ان يستفيد الاطراف، يمكن لوزير العدل وللوكيل العام للملك لدى محكمه النقد ان يحيل الى هذه المحكمه النقد المقررات التي يمكن ان يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم. تقوم الغرفه المعروضه على القضيه باطار المقررات نفذ الحال ويسري اثرها الاطار على جميع اطرافها.
إذا تعلق الأمور بقرار صادر عن محكمة المنطقة بثت القضية بهيئة تتكون من مجموع الغرف باستثناء الهيئة الموصلة للقرار. إذا كان مشرع عنده خيارات، إما المادة 17 يريدها كما وردت المادة 104 في القانون الإصلاحي الجنائي، أو أنه يشتغل المادة 104/408 ويدخل عليها التعديلات اللي كيكون في حدود ما يمكن أن يكون ملائما. نشوف من جهة أخرى، المصدر الجنائي عودوا للرجل تضمنت في الفصل في المادة 559 منح الوكيل العام للملك لدى محكمة المنطقة في حالة حكم غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للسياق الجوهري المتعلق بالإجراءات ولم يتقدم أحد الأطراف للطلب النقدي داخل الأجل المقرر أن يتولى فعل محكمة المنطقة بصفة تلقائية. هذا كما هو فصل 560 من نفس القانون أي مصدر العناية يجيز لوزير العدل إحالة الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة على الغرف الجائية المكملة. وهذه النقطة اللي كاينة في مصدر العناية الحالية ولم تكن تطرح هي مشكل، والآن هي كاينة حتى في مشروع المسطرة العنائية الذي ينتظر إحالته طبعا مع الملائمة. لذلك وجب القول أن المادة 17 لا محل لها بالصيغة التي تم إيرادها، وأن الصياغة المضمنة بقانوني المصدر المدني والجناية فيها ما يكفي ويغني. وإذا كان لابد من مادة جديدة فكان بالإمكان صياغة مادة شبيهة من مادة الرجوع من قانون المصدر الجنائي سيذكر مع الملائمة. أما الصيغة المقترحة فهي صيغة معيبة ومنكرة ومرفوضة، ولا يجوز أقول بكل مسؤولية مواطن مغربي قبل كل شيء لا يجوز ابدا الابقاء عليها احتراما للمكتسبات التشريعيه الوطنيه الجيده في هذا. ثانيا قول وسط او الوسط في موضوع التقاضي اكيد. لقد نص المشروع كما الحال بالنسبه لنص العلمي العمل في الماده 10 على انه يجب على كل متقاضي ان يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النيه وبما لا يعقل حسن سير العمل. واذا كان اغلب المتقاضين يمارسون الفعل حقه في التقاضي بحسن النيه فان الواقع يدل على وجود اشخاص يمارسون هذا الحق المشروع بطريقه متعسفه ويعسفون الندد المذموم في الخصومه. ومعلوم ان ممارسه الحق مقوله دائما باحترام الواجب وهو ما نص عليه الدستور المملكه الذي يقرن الحقوق بالواجبات، كما ان من القواعد المقرره ان ممارسه الحق لا تبيح التعسف فيه. لذلك فان من يمارس حقه في التقاضي بتعسف يعطي الحق للقضاء لكي يقرر في حقه ما يستوجب الرد، وقد اختار المشرع غرامه من مبالغ مختلفه حسب الحاله. غير المؤسف أنه عوض الاكتفاء بتغريم التعسف في رفع الدعاوى سواء كانت أصلية أو مضادة ما تنطع بالزور الفرعي أو مخاصمة القضاة وتجريحهم اشترط النص المقترح ففرض غرامات على الدفوع بسوء نية على الأطراف المعنية بها. ومعلوم أنه إذا كان الأطراف مسؤولون عن دعاويهم سواء كانت اجتماعية أو مضادة فإنه من غير المقبول تحميلهم مسؤولية الدفوع التي تبقى عملا مهنيا محضا يتقدم بها المحامي حسب اجتهاده دفاعا عن حقوق موكليه. لذلك فان تغريم الاطراف عما يمكن ان يعتبر تعسفا في الدفوع له مس خطير بمبدا المسؤول الشخصي عن الخطا، اذ ان المحامي لا يستشير موكله في الدفوع، ولو اراد ان يستشيره فان لهذا الاخير ان يدرك مدمونها وحدود ممارستها، كما انه مس غير مقبول بحق الدفاع المقرر دستوريا. لذلك لا مناص من حذف تغريم التعسف في تقريم الدفوع. جدير بالذكر حضرات السيد والساده المحترمين كما تعلمون ان الماده 62 من المشروع نصت على انه لا يمكن اداره الدفوع بعدم القبول لاول مره امام محكمة الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية وهو توجه محمود لترشيد الدفوع وفيه كفاية. ثالثاً الاختصاص القيمي وضبابية التحديد. معلوم أن المشرع ينبغي أن يؤسس اختياراته التشريعية على أسباب واضحة ومعطيات مقنعة. ومعلوم أن التشريع الحالي يؤهل أقسام قضاء القرب اختصاصا في البت في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها
5000 درهم بمقتضى القانون رقم 1042 الخاص بقضاء القرب. كما كانت المادة 19 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر الابتدائية مع حد استئناف أمام غرفة استئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية 20 درهما، وابتدائية مع حد حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز 20 درهم. ترى كانت فقط 5 درهم هي اللي ابتدائية وانتهائية. أما 20 درهم أمام غرف استئنافية كما تعلمون هي كانت عند المحاكم البدائية باش ما يوقعش خطأ. إلا أن مشروع قانون المسطرة المدنية اختار هندسة اختصاص جديدة تتأسس على رفع قيمة اختصاص انتهائي للمحاكم البدائية إلى حدود 30 درهم، بعد أن كانت الصيغة الأصلية للمشروع لغاية الحكومة تنص على 40 درهم في المادة 30، وحدد اختصاص قضاء القرب في حدود 10 درهم عوض 5 درهم المادة 32. كما منع الطعن بالنقص في القرارات الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن 80 درهم، بعد أن كان المشروع في صيغته الأصلية يحدد هذا المبلغ في 100 درهم المادة 92، وذلك على خلاف ما هو معمول به بمقتضى القانون الجاري به العمل الذي لا يوجد الطعن بالنقص في القرارات الصادرة بشأن الطلبات التي لا تتجاوز 20 درهم المادة 52. هكذا يكون اختصاص الانتهاء للمحكمة الابتدائية قد انتقل من 5 درهم بالنسبة لقضاء القرب إلى مبلغ 10 درهم، وبالنسبة لغيره إلى 30,000 درهم، ومنع محكمة النقد من البدء في الطلبات التي لا تتجاوز 100 درهم بعد أن كانت في حدود 20 درهم. وبما أن هذا الارتفاع القيمي بلغ هذا المستوى يعني كبير، فإنه كان يتعين تقديم المعطيات الرقمية عن القضايا التي ستكون معنية بهذه المقتضيات. للأسف لم نسمع أي شيء سواء من جهة أصحاب المشروع، كما أن نحن المحامين لم نستطع لحد الآن أن نعلن عن الأرقام التي يمكن أن تبرر معارضتنا لهذا النص. ذلك أنه إذا كان المقصود هو تخفيف الطعون أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقد، فإنه ينبغي الملاحظة أنه إذا كانت القضايا التي تقل قيمتها عن 30 درهم بالنسبة لمحكمة الاستئناف، وتلك التي تقل عن 8 درهم بالنسبة لمحكمة النقد كثيرة، ومن شأن هذه المقتضيات أن تؤدي إلى التخفيف عنهما يعني محكمة الاستئناف ومحكمة النقد، فإن السؤال يطرح بخصوص ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى حرمان المواطنين والمواطنات من حقهم في استيفاء كافة درجات التقاليد مع ما يترتب عن ذلك من مس بحق الأشخاص في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ثم أن يشرع المشروع رغبات عن التقاليد السودانية في كافة المراحل سواء من محكمة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو محكمة النقد. أعتقد أن الحكم بالغرامات في حال ثبوت التعسف ثبوت يقيني في التقاليد كاف لردع القرون الزائدة أو المتعسفة. لذلك نفضل الاقتصار على ما ذهب إلى المشروع من رفع اختصاص القيمي لقضاء القرب إلى مبلغ 10 درهم دون غيره مما تضمنته المادة 30 من المشروع. غير أنه إذا كان لا بد من الإبقاء على تسيير التشريع مثير للجدل، فإنه ينبغي ملاحظة أن المشروع جاء بمسألة المحاكم الابتدائية بمسألة الإلغاء المادة 32، وهي مسألة مطابقة لمسألة الإلغاء الخاصة بقضاء القرب. كما أن حرمان المتقاضين من الطعن بالنقد في القرارات الاستئنافية التي هم مطالبات للتخلي عن 8 درهم لا يمنعهم من حق الطعن بإعادة النظر طبقا لما هو مقرر في المادة 429 من المشروع، مع وجوب تطعيم حالات إعادة النظر في بعض الحالات المنصوص عليها في مسألة الإلغاء مثل إذا لم يحترم القضاء اختصاصه بالنوع القيمي، إذا حكمت المحكمة على المستأمن عليه دون أن تكون الحجة على توصيل إلى عقد القانون. الملاحظة الرابعة التي أعتبرها يعني تعبيرا مقارنة، المشروع يخرق مبدأ المساواة أمام القانون المقرر دستوريا. مفهوم معلوم أن الدستور نص في الفصل السادس منه على أنه أي القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالاتباع له. إلا أن الملاحظ أن المادة 383 من المشروع نصت على أن الطعن بالنقد لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة وجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي الأشخاص القانون العام. ثم أضافت أيضا
المقرات الصادرة عن الحاكم يتم مواجهة شركات الدولة. المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 0069 متعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهي الأفراد. وفي المقابل منح الحكومة أن تأمر بصفة استثنائية بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والوظيفية وقرارات السلطات الإدارية المشاركة في البند الثاني من المادة 375 هذا. ومعلوم أن البند المحال عليه إنما يهمه الطعن الرابع إلى إلغاء المقررات التنظيمية والوظيفية الصادرة عن رئيس الحكومة وقررت السلطات الإدارية التي يتعدى لتنقل فيها الدائرة اختصاص المحلي بالمحكمة الإدارية أو بقسم مخصص للقضاء الإداري بالمحكمة الإدارية بسبب تجاوز استعمال السلطة. وهذا يعني أن خرق مبدأ مساواة الأشخاص الذاتيين واعتبارهم تم من وجهين. الوجه الأول هو أن القرارات القضائية الصادرة بشأن قرارات السلطات الإدارية التي لا يتعدى لتنقل فيها الدائرة اختصاص المحلي لمحكمة إدارية إدارية أو قسم متخصص في القضاء الإداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة ليس بإمكان طلبه الأمر لإيقاف أمر النقض، مع علم أن هذا النوع من القضايا يمثل كما كبيرا من الموظفين يهم كما كبيرا من الموظفين والمرتفقين. الوجه الثاني أنه بعكس الموقع المتفوق الذي وضع فيه المشروع الإدارة بكافة مكوناتها وتوابعها مما هو مشرق إليه، فإن القضايا التي يقوم فيها باقي المتقاضين من أشخاص طبيعيين أو معنويين لا يحق لهم طلب إيقاف التنفيذ إلا في حالات محدودة، وبالتالي يكون التنفيذ واجب عليهم بمجرد صدور قرار سياسي ضدهم. إن هذا المسلك التشريعي معيب جدا وغير مقبول مطلقا، لذلك لا بد من التسوية بين أطراف الخصومة القضائية، وذلك بسن المقتضيات التشريعية تمنح محكمة النقض بصفة استثنائية الأمر بإيقاف التنفيذ في القضايا التي تكون الإدارة والجماعات الترابية وغيرها طرفا فيها، بغض النظر عن الجهة التي صدر القرار في مواجهتها أو بفائدتها سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الأشخاص. ومن شأن هذا الاستدلال أن يضمن الحقوق المشروعة للإدارة والجماعة الترابية وغيرها في إطار من التساوي اللازم مع باقي الأطراف المتقاضية ضدها سواء من الأشخاص الذاتية أو الاعتبارية. آخر ملاحظة تهم الفصلين 97 و 155 الذين يقلصان من استقرار القضاء. حضرات سيادة السادة المحترمين الزميلات والزملاء المحترمين، لقد نصت المادة 97 من المشروع على أنه يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب عن القضاء أن يغير القاضي المكلف كلما حصل موجب لذلك بأمر ولائي. كما نصت المادة 52 من المشروع نفسه على أنه يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية أو من ينوب عنه بصفة استثنائية أن يغير المستشار بالقضاء كلما حصل موجب لذلك. وقد جاءت صيغة على خلاف ما كانت تتضمنه مسودة مشروع قانون الاستقرار المدني الذي كان سنة 2015 التي كانت تنص في الحالتين على التعيين بواسطة برنامج معلوماتي، هذا باقي فعلا وهو المقتضى الذي تم الاحتفاظ به، مع إضافة يمكن للجهة المشرفة المذكورة والمقصود هو رئيس مختص أو من ينوب عنه تعيين القاضي المقرر والمكلف معين كلما حصل موجب الإقرار المعين، لأن قد تكون هذا الإسباب خص يكون قرار معين. القانون المشروع هنا لا يكون قرار معين، بمعنى ذلك أنه يمكن لرئيس أن يرى بأن هذه القضية سيقضي بها فلان وفلان لم يقضي على ما أريد فأغيره فلان، هذا صراحة يضرب استقلال القضاء بالصريح. وإذا فقد تم اعتماد صيغة المسودة مع بتر شرط قرار معدل وهو اختيار غير صريح، سيمكن الشك كلما وقع تغيير القاضي ممكن بقضيته، وهناك أسباب ذلك وجهها ومشروع يمكن أن نقوش أسرار، ولكن إذا ما كانش كيعلم شو كاين؟ معناه أن الناس يشكوا من حقهم يشكوا، خاصة وأن تعليل القرارات هو الذي يؤدي عادة إلى الإطمئنان إليها، كما أنه يمنع الغالب التعسف وتجاوز السلطة، لذلك فقد سن المشرع قانون تعليل القرارات الإدارية رقم 01/03 الذي نص في المادة الثانية منه على أنه تخضع القرارات الإدارية للتعليل، ومن ذلك القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ محكم القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق. وأعتقد أن من حق المتقاضين الإطمئنان على حياد القاضي المكلف بقضاياهم، وذلك لا يتم إلا إذا كان تعيينه يتم من خلال برنامج معلوماتي لا يحابيه أحدا ولا يعالي أحدا،
ومن ثم إذا وقع التعيين بهذه الطريقة يمكن القول أن حقا قام للمتقاضين في أن يمت القاضي معية نزاعهم، مما يجعل أي تدخل إرادي يؤدي إلى تغيير القاضي المكلف واجب التغيير والتعيين للحفاظ أولا على إلى الناس في قضاتهم، وثانيا الحفاظ على استقلال هؤلاء القضاة بعيدا عن أي تأثير كيفما كانوا لهم. إن هذه الملاحظة الخمسة لا تعني عدم وجود ملاحظة أخرى قد تكون وجيهة لكنها تبقى في القيمة أقل أهمية، بعكس هذه الخمسة التي اعتبرناها تعديلات منكرة. ويمكن أن نضيف أنها ليست فقط منكرة بل هي منكرة ومعيبة وغير مقبولة، ومن شأنها أن تسد إلى نص جيد غائب مجموعة من التعديلات الوجيهة والتأثيرات الجيدة. أخيرا السيد رئيس الجمهورية السيد نقيب سادة النقباء زميلة الجماعة، إني في بعد متفهمي لغضب المحامين والمحاميات أدعو السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية التي بدورها ينبغي أن تتحلى بالقرون اللازمة، وذلك بالتعاون على تجاوز الأزمة القائمة بالتوافق على الحلول الملائمة. إن الرجوع إلى الحوار البناء المثمر دورة حتمية وفضيلة مطلوبة، تفاديا لضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين لا شك سيكون هم الخاسر الأكبر في هذه الأزمة التي لا مبرر لها والتي ممكن جدا تجاوزها بما يجب من التبصر والحكمة. والله الموفق. والهادي نسأل الله السلامة.